بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الرابعة بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من رماح، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم أحمد عبده أحمد. الأخ أحمد له قضية يقول فيها: ذهبت إلى أداء فريضة الحج في العام الماضي ونويت الحج مفردا، وبعد السعي قصرت سعي لعدم العلم، ما حكم الشرع فيما فعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعلوم أن المفرد لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه أو أن يقص شيئا من سعره أو أن يفعل أي محظور من محظورات الإحرام إلا بعد أن يؤدي مناسك الحج يوم العيد. هذا بالنسبة للمفرد وللقارن أيضا. نعم. قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا في حق من ساق الهدي وكان قارنا، وكذلك المفرد باب أولى. فما حصل من السائل من أنه قص من سعر رأسه ولم ينوي فسخ الحج إلى العمرة وإنما استمر على نية الإفراد، هذا يعتبر منه خطأ وفعلا لمحظور محظورات الإحرام، ولكنه يعذر بالجهل لكونه لم يتعمد على الصحيح. وإن أراد أن يكفر بأن يطعم 6 مساكين المسكين الصاع للطعام، أو يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء، أو يصوم 3 أيام، فهذا أحوط وأبرأ للذمة، لأن يفعل الفدية كما قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الذي يحلق شعره وهو محرم متعمدا، وذلك لعذر شرعي مثل أن يكون في رأسه مرض أو قمل كما هو سبب نزول الآية، أو فعله جاهلا، فإنه أهل الأحوط يقدم الفدية التي ذكرناها. جزاكم الله خيرا. كيف فادح لو أجلتم لي بالنسبة للإطعام 0.5 كيلو من الطعام، كم يعدل بالنصف ساعة؟ قلتم كم يعدل بالكيلو؟ جزاكم الله خيرا. يعدل 1.5 كيلو، نصف الساعة النبوي. نعم. يعدل 1.5 كيلو. جزاكم الكيلو المعروف، ويكون في مكة أيضا الإطعام، يكون في مكة على فقراء مكة. نعم، والذبح يكون في مكة، أما الصيام فيجوز في أي مكان. بارك الله فيكم، وهذا من باب الاحتياط كما ذكرنا. جزاكم الله خيرا. بعد رمي الجمرات الأخيرة وقبل أن أحلل رأسي قمت بفك الإحرام، وبعدها حلقت رأسي، وذلك لعدم المعرفة أيضا، ما حكم الشرع فيما فعل؟ كذلك هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه لا يجوز له أن يلبس الثياب إلا إذا فعل 2 من 3: الرمي والحلق، أو الرمي والطواف، أو الحلق والطواف. إذا فعل 2، عندنا 3 أشياء: الرمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي بعده إن كان عليه سعي. فإذا فعل 3 كلها أحل له كل ما حرم عليه بالإحرام من زوجته وغيرها، وإذا فعل 2 من هذه 3 فإنه يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الزوجة، فلا تحل له إلا إذا أدى الثالث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في صالح، كثير من إخواننا المسلمين يأتون إلى الحج ويقعون في أخطاء معينة، مع أنه في الإمكان أن يقرأوا شيئا عن الحج، هل توجه المسلمين إلى شيء معين؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تكملة للسؤال السائل، نقول ما دام أنه الذي قبل أن يحلق بل بعد ما رمى وخلع ملابس الإحرام، يكون هذا من باب الخطأ، ولكن نظرا لجهله يعذر بذلك. الحمد لله، إذا ليس عليه الفدية، ليس عليه الفدية لأنه جاهل لم يتعمد. طيب، جزاكم الله خيرا، ولا من باب الاحتياط كمان؟ لا لأن هذا ليس من باب الإتلاف، الذي ليس فيه الإتلاف يعذر فيه الناس والجاهل. طيب. وأما
ما أشرت إليه من أن الحاج أو المعتمر الذي يريد أن يؤدي النسك فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكام المناسك قبل أن يشرع فيها وأن يسأل أهل العلم. نعم هذا أمر واجب عليه لأن لا يقع في مثل هذه الأخطاء، فيجب عليه أن يقرأ إن كان يحسن القراءة. كتب المناسك كثيرة ولله الحمد ومبسطة وميسرة وواضحة أيضا، وما أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم. ثم عليه أيضا إذا كان مثلا قدومه لمكة أول مرة في الحج أو العمرة فعليه أن يلازم أحد الرفقة الذين معه وعندهم معرفة مناسك الحج ويفعل مثل ما يفعلون، يقتدي بهم في هذا الأمر لأنهم يعينونه على إصابة الحق في أداء المناسك. جزاكم الله خيرا. تكرمتم المسؤولين عن النقل سواء كان بريا أو بحريا أو جنيا، حيث يوجهونهم بأن يهدوا إلى الحجاج شيئا من كتب النسخ لعلهم يستفيدون منها. هذا لا يلزمهم، ولكن إذا فعلوه من باب القربة من باب فهذا أمر فيه أجر عظيم، لكن لا يلزمهم أنهم يشترون كتبا ويوزعونها على الحملة وعلى منصوب مثلا عملهم، إلا إذا كان هذا مشروطا فيما بينهم، يعني قد اشترط على المطوف أو على صاحب الحملة أنه يعلم الناس أحكام المناسك، أنه يجب عليه أن يعلمهم بالمشافهة وبتوزيع الكتب وبالمتابعة، أنا شيء واجب عليه. أما إذا كان لم يتكفل إلا بنقلهم وتذكيرهم وإطعامهم فكونه يعينهم على معرفة المناسك هذا من باب المستحب. وتدعون إلى الاستفسار؟ نعم، لا شك أن هذا مرغب فيه، وأن الإنسان لا يكون هدفه الدنيا فقط وإنما يكون هدفه الآخرة أساسا وقبل كل شيء. هذه فرصة للمسلم إذا اجتمع عنده من المسلمين وصحبه من المسلمين عدد من الحجاج والمعتمرين، إنها فرصة له أن يدعوهم إلى الله وأن يعلمهم أحكام دينهم وأن يحسن إليهم. ومن باب أولى تمكين الحجاج من أداء المناسك، لأن بعض المطوفين وبعض أصحاب الحملات لا يمكنون الحجاج من أداء المناسك كما ينبغي، بل يستعجلونهم ويستجهلونهم، لا يمكنونهم من السكنى في منى أو لا يمكنونهم من المبيت في مزدلفة عندما يكون يفيضون من عرفة، أو لا يمكنونهم من استكمال المناسك بل يعجلونهم في آخر الأمر، وربما لا يطوفون للوداع، وربما يخلون برمي الجمار أو يرمونها قبل وقتها. كل هذا بسبب تلاعب المطوفين أو أصحاب الحملات. الواجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء أمانة في أعناقهم، فإذا حملوهم على الإخلال بعبادة الله كان الإثم يرجع إليهم بالدرجة الأولى، لأنهم هم المتسببون. وقد يكون الحاج والمعتمر جاهلا ويقتدي بهذا المطوف أو بهذا صاحب الحملة فيضلله، فيكون هذا إثما عليه يتحمل أوزاره يوم القيامة. فعلى المطوفين وعلى أصحاب الحملات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، كما أنهم استوفوا الأجور من هؤلاء المساكين، فعليهم أن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المطلوب، وإلا فإن ما يأخذونه منهم مع الإخلال وأداء المناسك يكون حراما عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي يثيرها صاحب هذه الرسالة، يقول: أنا أديت فريضة الحج والحمد لله على كل حال، ووالدي حج حجة الإسلام، وأنا أريد أيضا أن أحج حجة وأنويها له، ما هو توجيهكم؟ هذا شيء طيب، هذا من البر بوالدك. إذا كنت أديت حجة الإسلام وتريد أن تحج عن والدك تطوعا، لأن والدك تذكر أنه أدى فريضة الحج أيضا، وإنما تريد الزيادة من الخير له، فهذا من البر والإحسان بوالدك بعد وفاته، فجزاك الله خيرا. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع حسن عبد القادر قوي من السودان وهو مقيم في المملكة يقول: لي أخ متزوج ولقد أنجب أطفالا ثم إنه توفي إلى رحمة الله، هل لي الزواج من زوجته لأني أريد أن أقوم برعاية أطفاله بعد؟ جزاكم الله خيرا. شيء طيب هذا أن تتزوج زوجة أخيك بقصد أن تربي أولاده وتقوم عليهم من أجل أن يزول الحرج من الخلوة بأمهم أو أنواع التحرجات الأخرى، هذا عمل طيب، لكن لا بد من مراعاة أن تخرج من عدة الوفاة 4 أشهر وعشرة أيام ويكون الزواج بعد ذلك، وأيضا مراعاة لا تكون هذه المرأة محرمة
عليك إلا بنسب أو برضاع أو بإصحار أو غير ذلك. عليك أن تدقق في هذا الأمر، أن لا يكون بينك وبينها تحريم بنسب أو برضاع أو بإصحار أو غير ذلك من أنواع التحريم. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف عين من الرياض يقول: عندما أتوضأ للصلاة أجد أيضا أنني في حاجة إلى وضوء، ولا سيما إذا كنت في المسجد، هل لي أن أحبس نفسي حتى أصلي طالما أن ذلكم حالي؟ جزاكم الله خيرا. إذا توضأت وأصابك شيء مما يحوجك إلى الوضوء من وجوه مدافعة الأخبثين، البول أو الغائط أو الريح، وكان ذلك يشوش عليك في صلاتك، فإنه يجب أن تذهب وأن تقضي حاجتك وأن تتوضأ من أجل أن تدخل في الصلاة وأنت مرتاح مرتاح النفس. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول أو الغائط. أما إذا كان بإمكانك التحمل ولا يشوش ذلك عليك فأنت بالخيار. إن شئت أن تذهب وتتوضأ تقضي حاجتك وتتوضأ، وإن شئت أن تواصل وتصلي الصلاة ما دام هذا لا يشوش عليك في صلاتك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الرسالة وصلت إلى برنامج من المستمعة منى محمد أحمد إبراهيم. الأخت منى لها جمع من الأسئلة، تقول: هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجل؟ وهل صوت المرأة عورة؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الذي ليس محرما لها، لأنه صلى الله عليه وسلم لا مست يده إلى امرأة لا تحل له، وكان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحة، مما يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم مصافحة النساء الأجنبية. قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما في مصافحة المرأة الأجنبية من الفتنة، والشارع الحكيم جاء بسد الذرائع التي تهوي إلى حرام، ومن ذلك عدم مصافحة المرأة الأجنبية، لأن مصافحتها وسيلة للفتنة. وأما الكلام، كلام المرأة، فيه تفصيل. الكلام الذي بقدر الحاجة، كلام المرأة للرجل إذا كان بقدر الحاجة فهذا لا بأس به، تكلم الرجل وتسأله عن حاجتها ويجيبها، بشرط أن لا يكون ذلك في حال خلوة بينهما، وأن تكون متحجبة أيضا. قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا سألوهن من وراء الحجاب، يعني ساتر من ثوب أو جدار أو باب أو غير ذلك، مما يستر المرأة عن الرجل الذي ليس من محارمها. أما إذا كان صوت المرأة فيه ترخيم، فيه تغنج، أو فيه مباسطة وممازحة، فهذا لا يجوز، لأنه فتنة، لأنه يطمع الرجل ويطمع الذي في قلبه مرض. قال الله سبحانه وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. والخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لنساء الأمة، إلا ما دل الدليل على اختصاص ذلك بهن دون غيرهن من نساء الأمة، وليس هناك دليل يدل على اختصاصهن بذلك، مع أن العلة التي من أجلها شرع هذا الحكم علة متعدية، لأن المقصود هو منع الفتنة ووسيلة الفتنة، وهذا موجود في بقية النساء. فالكلام من المرأة إذا كان فيه تغنج أو ترخيم أو صوت شادة، أو كان فيه ضحك ومباسطة وممازحة، أو ما هو أشد من ذلك أو الرفث، فإن هذا حرام لا يجوز. جزاكم الله خيرا. إذا لصوت المرأة حالان: حال يكون فيه غير عورة، وحال يكون صوت المرأة فيه عورة. على كل حال، مهما أمكن المرأة أن تتحفظ ولا تكلم الرجل إلا بقدر الحاجة، فهذا أمر مطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى شرع للمرأة في حالة الإحرام أن تلبي وأن تخفض صوتها، يقول أنه شرع للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكذلك في حالة الصلاة في المسجد إذا نادى الإمام شيء في صلاته، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نادكم شيء في صلاتكم فتسبح الرجال وتصفح النساء. فلم يسرع للنساء التسبيح، لأن ذلك يسمع الرجال أصواتهن، دل على أنه مطلوب من المرأة أن تغض الصوت وأن تخفض صوتها، ولا تكلم الرجال أو تسمع الرجال صوتها إلا بقدر الحاجة وبكلام عادي لا يثير الشعور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول البعض أن بروز القرط من وراء الخمار يعتبر من نواقض الحجاب، فهل ذلك صحيح؟ نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن
إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. والزينة زينتان، زينة الوجه الخلقية وزينة الوجه الكسبية، الأصباغ والمساحيق، ما يوضع على الوجه من التزيين، وكذلك الحلي. الله تعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وذلك أنهن كن يلبسن الخلاقيل بأرجلهن ويضفين الثياب، فبعضهن تضرب برجلها من أجل أن تسمع الرجال صوت الخلخال، فنهيت عن ذلك بما فيه من الفتنة. فكيف بالتي تبدي الخلخال أو تبدي القرب أو ما أشبه ذلك، هذا من أسباب الفتنة، أو تبدي الحلي الذي بذراعيها أو بأصابعها أو بكفيها، كل هذا من أسباب الفتنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت من بعض صديقاتي أن الإقبال في حق النساء لا يزيد، ذلك قولها إن الحجاب أو الأباءة إذا أصبحت طويلة جدا، أي أصبحت تغطي الساقين إلى آخره، يعتبر من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، فهل هذا صحيح؟ هذا غلط كبير، لأن الإسلام إنما حجم في حق الرجال، أما النساء فمطلوب منهن إبقاء الثياب على سيقانهن وأقدامهن وأعقابهن، ولذلك رخص للمرأة أن ترخي ثوبها من ورائها قدر سبر أو قدر ذراع على قدر الحاجة من أجل أن يستر أعقابها. وليس هذا من الإسبال، لأن الإسبال إنما هو الإسبال المحرم من خصائص الرجال، ولكن مع الأسف في المجتمعات التي لا تلتزم بالإسلام وإنما تدعيه ادعاء، ذاك من المجتمعات الكافرة انعكس الأمر، فصار الرجال يسبلون ثيابهم ويسحبونها على الأرض، فصارت النساء تفتح سيقانها أو أفخاذها وتفتح مفاتنها، انعكس الأمر، فصار الرجال يسبلون والنساء يفتحن سيقانهن وأذرعهن إلى آخره، لأن الشيطان يريد بذلك الفتنة، يريد بذلك الفتنة وإغواء بني آدم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: قرأت في بعض كتب الفتاوى أنه لا يجوز للمرأة كشف وجهها أمام الأجانب من الرجال، فكيف هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال في معنى حديثه لأسماء: إذا حاضت المرأة لا يظهر منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، جزاكم الله خيرا. ما قرأته من وجوب ستر وجه المرأة وتحريم كشفها عند الرجال الأجانب هو الصحيح، وهو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. وأما حديث أسماء الذي ذكرته فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، فيه ضعف في إسناده وفيه انقطاع وفيه غرابة، كيف يليق بأسماء بنت أبي بكر الصديق وأن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثياب؟ هذا يدل على أن هذا حديث أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أسماء رضي الله عنها وهي من بيت فضل وبيت شرف وعزة، بيت أبي بكر الصديق، وهي زوجة الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، فكيف يليق بنساء هذا البيت أن يتزيين بهذا الزي؟ هل يدل على غرابة هذا الحديث؟ هل يجوز للمرأة أن تأم النساء في الصلاة وهل لها الأذان والإقامة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لها أن تأم النساء في الصلاة، صلاة الفريضة وصلاة التراويح وغيرها مما يشرع له الجماعة. وأما الأذان والإقامة فهذان من خصائص الرجال، ليس على المرأة أذان ولا إقامة، لأن هذا من خصائص الرجال، لأنه يحتاج إلى رفع صوت، والمرأة منهية عن رفع صوتها لا يسبب الفتنة. وأيضا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كن يؤذن أو يقمن الصلاة، لم يحفظ هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. طالما تطرقتم فضيلة الشيخ بإمامة النساء، هل تنصحون أختنا بالكيفية التي يجب أن تكون عليها إمامة النساء؟ ما دامت أنها في محيط النساء فإن الكيفية تكون بالتزام اللباس الساتر في الصلاة، سواء صلت وحدها أو صلت مع النساء، لأن يكون اللباس ساترا لجميع جسمها وضافيا، يستر قدميها ويستر ولا يبدو منها إلا وجهها بحضرة النساء أو بحضرة النحار من الرجال.
هذا في الصلاة. نعم. وألا تلبس لباسا ضيقا أو شفافا لأنها تصبح قدوة سيئة للنساء، ولا سيما إذا كانت أمهن في الصلاة فإنهن يقتدين بها، فإذا كان لباسها غير محتشم فستكون سببا في فتنة كثير من بنات المسلمين ونساء المسلمين، عليها أن تكون قدوة حسنة. فإذا كانت باللباس الشرعي واللباس اللائق للصلاة الذي يبقي على جميع جسمها ما عدا وجهها فهذا هو المطلوب منها. طيب جزاكم الله خيرا. أين يكون مكانها بالنسبة للمصلية في القدم في الصف؟ يجب أن تكون في صفهن ويجب أن تكون أمامهن، يجب هذا وهذا، إلا أن بعض الفقهاء يقول وإمامة النساء تقف في صفهن، ولكن هذا ليس من باب الوجوب والحصر، ربما يكون هذا من باب الأولى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يوجد هناك بعض من الصابون المعطر والكريم المعطر، فهل هذه الأشياء محرمة على المرأة إذا خرجت من بيتها؟ نعم، الذي تظهر له رائحة، الذي تظهر له رائحة تنتشر حولها هذا محرم عليها إذا خرجت، أما إذا كانت رائحته لا تنتشر بعيدا عنها فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة من أحد الأخوات المستمعات تقول قاف مين. أختنا أيضا تسأل عن الحجاب فتقول ما هو موقف الشرع والسنة النبوية من كشف الوجه أمام زوج أختي الزوج وزوج الأخت، علما بأني متنقبة وملتزمة، وعلما بأني إذا ظهرت أمامهم أكشف وجهي فقط دون تبرج، وهذا لأداء واجبات الضيافة دون الاختلاف المعروف، وعلما بأن جلوسي معهم قد أدى إلى تحسن ملحوظ في التزامهم هم أيضا من بعض نواحي الدين نظرا لما أوصيه من بعض العظات والتذكرة. جزاكم الله خيرا. من أعظم أنواع الحجاب ستر الوجه، لأن الوجه هو الزينة وهو محل نظر الرجال من المرأة والذي يدل على جمال المرأة أو دلالتها، فهو مجمع المحاسن، فتغطية الوجه من أعظم أنواع الحجاب، وكشف الوجه نقص كبير في الحجاب، التي لا تستر وجهها وتستر بقية جسمها تكون متحجبة حجابا ناقصا نقصا عظيما، وهي حجابها ثغرة كبيرة، فعلى المرأة المسلمة أن تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولو كان زوجة أختها أو كان أخا زوجها أو أي كان ما عدا أن استثناه الله من أبي زوجها أو ابن زوجها، أبو الزوج أو ابن الزوج الذي ليس منها فلها أن تكشف عندهم لأنهم محارم لها، أما من عداهم أخو الزوج أو أخو أو زوج الأخت أو عم الزوج أو غير ذلك من أقارب الزوج فإنه حرام عليها أن تكشف عندهم، وأما كونها تلقي عليهم العبارة أو تضيفهم فهي تفعل هذا الشيء وهي محجبة، وهذا من تمام العظة، من تمام العظة أن تكون محجبة. في صالح الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا فيها الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.